تفضل سيدي، هدى خانم عم تستناك. شكرا. تفضل. مراد على المدار. هدى. تشرفت. طلبت تشوفني. أول شي حابب إني أعزيكي. شكراً إلك. يلي صاير معك كأنه بيخصني. طيب، بقدر أعرف سبب زيارتك المفاجئة؟ بدي بيت مناسب لإلي. حضرتكم ناويين تبيعوا هذا البيت شي؟ سيد المدير سامحك على قلة أدبك، خود احكي مكالمتك. لا بيتي ولا أي شيء من أملاكي للبيع. أنا ما سألت إذا كان معروض للبيع، بس سألتكم إذا كنتوا عم تفكروا تبيعوه. ما في هيك شيء. العفو منا، من وين توصلت لقناعة إنه يكون عندي هيك فكرة؟ ما عندي قناعة بنوب، بس هيك حبيت أسأل. ليكون سمعت من شي حدا أو حدا قالك إني عم فكر بعبيتي. إذا ما كنتي عم تفكري بهالشي، فمين اللي راح يكون قالي يعني؟ آسفة أنا ما بعرفك، بس حضرتك اجيت لعندي وعم تسألني إذا كنت بدي بيع بيتي، هاد مو غريب شوي؟ ما سألت إذا بدك تبيعي، بس إذا ناوية تبيعي بشتري، اتفقنا؟ اسمع لقلك، إذا اجيت أنا لبيتك وقلت مثل هيك شي، شو كنت رح تقول؟ كنت ضيفتك شي على الأقل. لا، أنا ما رح ضيفك شي. بس أنا ما طلبت منك إنك تضيفيني شي. بس الشي اللي عم تساوي عيب. شوفي يا هدى خانم، بلشت كلامي وقلتلك إني بعزيكي على مصابك، بس حضرتك قطعتيني وقلتيلي شو بدك، وهذا هو عيبك الأول. وعيبك الثاني هو تفكيرك بإني رح أطلب منك شي، يعني شايفتيني تاجر، أو فيني قلك بشكل تاني شايفتيني مافيا، مع أنك لهلأ ما بتعرفيني. بس أنا ما قلت هيك شي. والثالث، حطيتي حواجز بيني وبينك، والحاجز الأخطر أنك عيبتي على شخص ما بتعرفي. حتى أنا ما بدي أحرجك أكتر من هيك، بس ما تصرفتي مع شخص إجا لعندك مشان يخبرك ويقلك إنه هو معك بناء على صورتك وعيلتك وثقافتك حسب ما هو بيتوقع بشكل منيح. أنت فهمتني غلط. أنت يلي فهمتيني غلط. هذا رقم تليفوني. إذا فكرتي إنك تبيعي بيتك فيك تتصلي. مثل ما بتعرفي، الناس يلي مثلي فيهم يدفعوا فرق العملة بكل بساطة يا هدى خانم.